حقيقة انتحار النجم البرازيلي داني ألفيس، ما القصة؟ هل انتحر داني ألفيس؟ هذا هو السؤال الذي يدور بين عشاق كرة القدم الذين تلقوا هذا النبأ الصادم ولا زالوا يبحثون عن الحقيقة. يقضي ألفيس عقوبة السجن لمدة 4 سنوات ونصف سنة بسبب تهمة اعتداء جنسي على فتاة بأحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة، وهي القضية التي بدأت منذ يناير 2023 وتم إصدار الحكم فيها منذ أسابيع قليلة. ذكرت تقارير صحفية عديدة أن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق يمر بحالة نفسية سيئة منذ إدانته بشكل رسمي، لكن هل وصل الأمر إلى الانتحار؟ خلال الساعات الأخيرة انتشر الخبر بشكل واسع وتبين أنه عار عن الصحة. مصدر الخبر كان حساباً برازيلياً ساخراً والذي يقوم بالتدوين بصفة صحفي ينشر أخباراً ساخرة وغير حقيقية عادةً. انتشر الخبر بسرعة البرق ما دفعه إلى النفي بعد ساعات عدة. لا يزال ألفيس يحظى بشعبية كبيرة بين مشجعي كرة القدم رغم إدانته المستحقة، فقد قدم عطاءات كبيرة رفقة برشلونة ومنتخب البرازيل. هل تتذكر شائعة أخرى في كرة القدم انتشرت بشكل واسع؟